في عيد الكبار، عيد من ضحى وقدم نفسه قربانا للوطن. كاميرا الإخبارية السورية أحبت أن تستطلع أحوال الصغار، فكان منا أن زرنا مدرسة بنات الشهداء نسألهم عن أحوالهم. قبل ما استشهد بابا كانت حياتنا كثير حلوة، وبعد ما استشهد بابا أنا هلأ حاطة بالي أنه مشاريع وفكر كثيرة، وأنه كمان حتى بس أكبر في أنه كثير مشاريع كبيرة وحب حقق حلم بابا. هون منكون كلياتنا سوا عم ندرس مشان نطلع شيء بالمستقبل، كل واحدة من محافظة بس ما هيك في ارتباط بيناتنا، نحن كثير بنحب بعض، وسن انه انا بحكي مع الاصغر مني والاكبر مني لانه كلهم مثل اخواتي. في هذا الصرح التعليمي تختزن الكثير من المواقف والحكايا التي يرويها اصحاب الدار عن بيت ومعلمات واصدقاء، عن مؤسسة متكاملة تنشئ اجيالا وتقدم الرعاية لهم. يقدم لبنت الشهيد كما يقدم في أفضل بيت في هذا الوطن، تتم لها الرعاية الصحية. البيت ما بدنا نحكي عن الأكل والشرب، ما في حدا ما بيأكل ببيته، أما بدي أقول الرعاية الصحية ممكن يتوفر بالبيت. أنا إذا ابني مرض بالبيت بجوز مو ما أخده على الطبيب، أما هون الطبيب موجود بشكل دائم في مستوصف أو مشفى مصغر. تقام كل الأنشطة، أنا بحب سجل ابني بنادي موسيقي يتعلم عزف على آلي، من لها موهبة من بنات الشهداء تتابع هذه الموهبة أو نتعرف عليها ضمن المدرسة من الرسم والموسيقى والرياضة، فكل المواهب تتم لها رعاية جيدة. عيد الشهداء نحن بنسميه عيد المدرسة، يعني هو أعظم عيد بالنسبة للمدرسة وبالنسبة لبناتنا، فإله خصوصية هذا العيد بيحضره. دائما هو كان يتم سابقا لقاء مع سيد الوطن بعيد الشهداء، وهني دائما بينتظروا وبيشعروا أنه بهاليوم هذا هني موجودين وبيتذكرن سيد الوطن، وبيحبوا أنه عيد الشهداء لازم يكون إله خصوصية. دائما بنقدم أشياء مميزة، يا أما بيتغدوا برات المدرسة أو بيتقدم لهم شيء خاص بالطالبات بيوم عيد الشهداء. تعامل معهم أخت كبيرة أو بدنا نكون بموقع الأم، لأنه البنت بهالمرحلة يعني بدها دائما حدا جنبها، حدا يتأمل له وتحكي له الشيء اللي هي بتعاني منه، الشيء اللي شاغلها. طالبات نحن منكون قريبين لهم لأنه نحن منشوفهم لحظات ضعف كتير وقاعدين معهم تقريبا أكثر من أمهاتهم، منحاول نتقرب منهم نعاملهم بحيث أنه يحسوا في أريحية بالتعامل بيننا وبينهم، أو يعني نكون قريبين لبعض. في سوريا نهج مقاوم تربى عليه الآباء وتوارثه الأبناء، فمن أفواه تلك البنات يمكنك أن تستمد القوة، يمكنك أن تنصت لصدق الكلمات. بحب أقول له الله يرحمك ويرحم الشهداء كلهم. لازم نفتخر بهذا الشيء انه كأبي انه شهيد يلي عم يضحي ورح ينذكر بالتاريخ، انه هو يلي قدم روحه ودمه كرمال الوطن العظيم هذا اللي بيستاهل. انه اي بيت ما في حدا هلا غير ابو شهيد او اخوه او اي حدا يعني، وكلنا بنفتخر فيه، وهيك بنحس انه بس نطلع على السماء بنحس هيك نجوم فيه عم تلالي، مثل انه هيك شهداء عطروا الدنيا، عطروا هيك فاح عطرهم بيناتنا. رح كمل على مسيرتك اللي علمتنا اياها من احنا وصغار، ورح اقول له وانه دائما كان يقول لنا مثل ما قال القائد خالد حافظ الاسد ان الوجه الاخر للشهاده هو العلم والتفوق فيه. بابا لازم تفرح، لا ولا تخاف علينا، عائلتك كلها بخير وروان، رح ترفع لك راسك بعلمه وتفوقه بجهده. هنا يعلم حب الوطن وتترسخ معاني البطولة والفداء في قصص وحكايا ترويها البنات عن الآباء. للإخبارية السورية نرمين عمار.